А вот фрисовский нахваленный леопард. О, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшная техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! حضرت الكثير من الصفحات الروسية ووسائل الأعلام من مواقع التواصل الاجتماعي، ومع ذلك يستمر الدب الروسي في العثور على طرق لممارسة هوايته المفضلة في الحرب مع أوكرانيا، وهي استعراض المكاسب بفيديوهات عبر السوشيال ميديا. ومع بداية الهجوم الأوكراني المضاد المنتظر منذ أشهر، ازدادت هذه العادة لدى الصفحات الروسية ولدى من يدعمها على جميع المنصات. وبدأوا منذ يومين باستعراض تدمير الدبابات الألمانية الشهيرة بصلابتها، أما اليوم فهم يستعرضون ما هو أسوأ في عالم الحروب، وهو حصولهم على غنائم من الجيش الأوكراني تتمثل في الأسلحة المقدمة من الغرب لإعانة كييف، حيث بدأت فيديوهات بالانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي تكشف عن تخلي الجيش الأوكراني عن دباباته ومدرعاته وحصول الروس عليها. في نفس الوقت لم تتوقف إعلانات موسكو عن الخسائر التي توقعها في الصفوف أو توقعها في صفوف الأوكرانية، فأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية ما يصل إلى 300 مسلح أوكراني وتدمير 4 دبابات ألمانية من طراز ليوبارد، بالإضافة لأسلحة ولمعدات غربية أبرزها مدرعات أمريكية على محور زابوروجيا.